Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Islamic channel. Easy way to memorize Quran, chapter 3, episode 128, surah Baqara, verse number 259, first half. This verse is quite long, so we have to divide into first half and second half, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على خاوية على خاوية على عروشها عروشها يحيي هذه الله بعد موتها بعد موتها فأماته الله
مِئَةَ عَامٍ مِئَةَ عَامٍ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ثُمَّ بَعَثَهُ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ قال كم لبست قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم قال لبست يوما أو بعض يوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم